حبايبي، جدي وجدك الله يرحمهم قسموا الشتاء عدة أقسام. أول شي مربعانية الشتاء، تاني شي مربعانية الشتاء سموها مربعانية لأني بتطول 40 يوم. تاني شي بجيك سعد سعودات، بسعودات أول شي بجيك سعد ذبح، هاد سعد يعني برد برد، حتى بقولوا عنه كلبه ما نبح وراعي ما فلح، يعني فلاحه ما فلح. تاني سعد سعد بلع، يعني هون مش قد ما بتمطر الأرض بتبلع، يعني إيش ما مطرت الأرض ما بتجري المي بتبلع يعني. تالت سعد سعد سعود، بدفى كلمة برود وبتدب الماوية بالعود، يعني الماوية بالعود يعني تبلش النباتات والأشجار تزت، يعني تزت زهر جديد يعني. آخر سعد هو سعد خبايا اللي بقولوا عنه جدي وجدك الله يرحمهم، زت الفروة والبوس العباية وبطلعوا بتفتلوا في الصبايا. حبايبي هاي أقسام مراحل الشتوية، وإن شاء الله نحن هلأ قربنا نخلص المربعانية، بقى بقينا سعد ذبح وبعده سعد سعود، وبعدين يعني بخلصوا لآخرتين، وإن شاء الله هيك الله يدفي هالجو على هالعايشين بالخيام إن شاء الله. حبايبي حبيت أفيدكم بهالمعلومة لأن أجدادنا فادونا بهالمعلومات. حبايبي.